كلنا اكيد بنحب الاكل، يعني مين فينا ما بيحبش الاكل، وخصوصا بقى وتحديدا لما الاكل كمان يكون سهل وبسيط وكمان اكل غير تقليدي. ده اللي هنشوفه النهارده في فقرتنا دلوقتي مع الفود بلوجر شاهيناز. يا شاهيناز، الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، مية مية. كل حلو الحمد قولي لي لله. بقى احنا النهارده هنعمل ايه، وبعدين نقعد بقى نرغي وندردش مع بعض. هنعمل مكرونه بالصبيط والجمبري، اوكي وهنعمل شوربه بروكلي. الله الله. تمام طيب هنقول المكونات بتوع الحاجتين وبعدين نبدأ بقى انت تمام هتعملي ايه. اوكي. مكرونه سباكيتي او فوتوتشيني، اوكي، وجمبري وصبيط متقطع شرايح، طماطم مبشوره، معجون طماطم، ثوم مفروم، وفلفل رومي، وملح، وفلفل اسود، وكمون، وكزبره ناشفه، واحده مرقه دجاج. حلو قوي. ده بتاع الباستا. ده بتاع الباستا. اوكي. شوربه البروكلي بقى، هنجيب بروكلي، نجيبه بقى مجمد او عادي، او لو لقيناه او موجود فريش. فريش عادي، وبصله متقطعه 4 أرباع، ودقيق، وكريمة طبخ، وملح، وفلفل اسود، وواحده مرقه دجاج. حلوة، اتكلنا على الله ان شاء الله. يلا بينا. تمام. ايه هنبدأ بالايه؟ بالباستا. هنبدأ بالباستا. يلا. تمام. طبعا وانتي بتتكلمي هنقعد نرغي بقى انا وانتي كده ندردش كده براحتك خالص، ولو عطلتي في اي حاجه معاكي. انا معاكي يعني. طيب قولي لي هنبدا انت ابتديتي امتى، او قولي لي هنعمل ايه وبعدين نبتدي بقى هنبدا نرغي. بس الاول ننزل الصبيط عشان هو اللي بياخد وقت شويه في السوا. وقت قد ايه يعني مثلا؟ يعني 5 دقايق مثلا. طيب يعني حلو. مش كتير. ننزل بس الزيت، زيت زيتون او زيت عادي براحتنا. بس يعني السمك وكده عايز زيت. زيت طبعا يعني عايز طبعا زيت. ايوه هو السمك يحب الزيت، خلي بالك قوي. بس هي حطت، شاهيناس حطت حبه زيت، وهتحط الصبيط هتشوحيه كده صح؟ هشوحه بس يعني ينزل ميته وتنشف، هبدا انزل بالجمبري عشان الجمبري ما بياخدش وقت ما بياخدش خالص. وقت في السوا فعلا. طب احكي لي انت ابتديتي امتى تطبخي، وابتديتي امتى تعملي الصفحه، وابتديتي امتى كل الحاجات الحلوه دي يعني؟ لا انا بدات لسه، بدأ من 3 شهور الصفحه. ده انت لسه. ده لسه يعني صغننه جديده. لسه جديده. انا بطبخ، لا انا بطبخ من زمان بقى، من انت عندك البيت. بنوته صح؟ ولد؟ عندي ابن. عندك ولد عنده 6 سنين. عنده 6 سنين. ربنا يخليه. ربنا يخليك. وبس كان يسخن شويه. مش مشكله. تمام. بس فابتديتي انت لسه باديه بقالك 3 شهور. بقالي لكن 3 شهور. بتطبخي من زمان. بطبخ من زمان وبطبخ حلو يعني. جت منين فكره ان انا هعمل بيج على انستغرام؟ بس انا بحب اتفرج قوي. بتفرج كتير قوي على ريسبيس كتير جدا، وبعد كده قلت يعني طب ما اجرب، طب ما انا بعرف، طب ما اعمل كده، ايه المشكله يعني؟ كنت بتعملي اكل تقليدي عادي ولا بتعملي كل اختراعات؟ كل حاجه. يعني الى حد ما كل حاجه يعني، حمام، محشي، مش كل حاجه يعني. لا ده حاجات تقيله مش اي حاجه، ده حاجات تقيله تقيله يعني. بعمل كل حاجه. وبتعملي اكل اللي هو الاختراعات ما يعني، ده يعتبر اختراعات برضه. نودلز، يعني الحاجات بقى، كب كيكس، واعمل عليها اشكال والحاجات وليكي دي. وليكي في الحلويات كمان يعني. شويه. والله يا جماعه انا اكتر حاجه بتعجبني بجد هنا في هو هن، ان البلوجرز او الشيفات اللي بيجوا بيعرفوا يعملوا ده وده، لانه في ناس يقول لك لا انا يا ده يا ده، بس والله برافو انك بتعملي الاثنين. لا بحب اعمل كل حاجه، وكمان انا وابني بقى نقعد نخش المطبخ، هو بيحب يعمل معايا. طبعا ستة سنين ده يقعد يعك معاكي بقى. بنقعد نلعب بكل حاجه، وكب كيكس بقى، طب مامي النهارده هنعمل كب كيكس، طب النهارده عايز بان كيكس كده بقى، فنقعد نعمل مع بس بعض. بس برافو عليكي ان انت الولاد او الاطفال في السن ده هم ما بيحبوش اكل البيت، على طول ياكلوا الفرايز بتاعت بره، البرجر بتاعت بره. لا بحاول اعمله في البيت على قد ما اقدر، وبعمل برجر وكده، بعمل له برجر بقى بتاع ماك بقى والحاجات دي، لا عشان ما ناكلش بره على قد ما نقدر. بحاول اعمل له انا في البيت يعني، ان احنا نعمل بقى برجر، بيتزا كده يعني، نعمل مع بعض يعني. والله برافو عليك. هو بيتبسط يعني. ممكن يصحى الصبح يقول لي مامي النهارده هناكل بيتزا، تعالي هنعمل فطار، نعمل فطار بيتزا، نقوم بقى ونقعد نعمل بقى العجينه ونقعد نلعب مع بعض. انت خطير، انت مامي خطيره قوي على فكره. طب ما فكرتيش تقعدي معاكي في الفيديوز اللي بتعمليها مثلا؟ يعني هو عايز، فقلت ممكن يعني هو اللي طالب. هو قوي قوي ده نفسه يطلع بقى ويعمل، بيقعد يصور. بيقعد يصور بقى فيديوز مع نفسه كده وكده. عن برضو الاكل وكده ولا عموما؟ لا شفت انا بعمل ايه لما بعمل حاجات. انت ازاي ما تجيبوش معاكي النهارده؟ انت ازاي ما تجيبوش؟ هو لسه في مدارس؟ لسه. هنقلبها بس لغايه ما يعني هتلاقي في ميه بتنزل كده، لغايه ما الميه تنزل خالص. تنشف شويه يعني. تنشف. ماشي. لو عايزه نبدا في الثانيه واحنا بنعمل ما عنديش مشكله. تمام ماشي اوكي. زي ما انت عايزه. تمام اوكي. احنا في المطبخ عادي، مطبخنا وبراحتنا. تمام ماشي.
احنا زي ما قلنا هنعمل باستا بالسي فود بالجمبري والكاليماري، وهنعمل كمان شوربة بروكلي. البروكلي لو يا اما مجمد هتجيبوه عادي خالص وصح وتسلوه، لو فريش قولي لنا وانا صح او غلط، عشان انا برضو انا مش شايف انا بعمل ايه. لما بيبقى فريش بغلي ميه بتغلي وبتنزل فيها كلها واروح مطلعاه يعني على طول دقيقه ولا حاجه واروح مطلعاه. ايوه انا صح. ايوه اه صح تمام. بس هو اصلا ما بياخدش وقت خالص في السلق ولا لا ما بياخدش وقت. بس هو بدأ ينزل ميته اهو هتاني يعني هي بتبقى على طول. طيب قبل ما نعمل بقى شوربة البروكلي ممكن نقول المقادير بتاعت شوربة البروكلي تاني؟ تمام اوكي. هنحط بروكلي وبصل متقطع وكريمة طبخ حلو ودقيق وملح وفلفل اسود ومرق الدجاج. حلو قوي. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه اهي، ويعني اعتقد انا من عشاق شوربه الجوف، بموت فيها بحبها جدا. انا كمان بعمل شوربه قرع، يعني مش عارفه انت تعرفيها دي ولا لا؟ طبعا عمري ما اعرفها. دي بحبها قوي. شوربه قرع دي بتبقى حلوه جدا جدا. حاجه حلوه ولا حادقه دي؟ لا هي حادقه بس هي حلوه قوي حلوه قوي بجد، يعني لازم تجربيها حلوه قوي. ده انت تيجي تعملها لنا هنا تاني؟ اعملها لك. لا ايوه. لا هي بتبقى حلوه قوي وطعمها يعني مبقاش طعمها مسكر قوي، يبقى طبعا فيها سنه بس مش قوي، يعني لما انت تحطي بقى ملح وفلفل اسود وحاجتك وبتنزل وقربتها بتاعتنا دي، بس بيبقى طعمها حلو. بيبقى طعمها حلو قوي يعني. تجيبنا مره الشوربه اللي انا بجد بحبها قوي. يعني ما اقدرش اقول لك حلوه، لان انا ما لا بالنسبه لي انا القرع قرع بالبشاميل، انا هو ده بالنسبه لي القرع. قرع بالبشاميل ده معروفه دي يعني. لا بس لا بيبقى حلو قوي. طيب احكي لي بقى، انت اللي بتصوري الفيديوز بتاعتك ولا حد بيساعدك؟ لا انا كل حاجه. انت وان مان شو؟ انا وانا اللي بعمل فويس اوفر وكل حاجه، يعني بعمل والاديتنج وكل حاجه. الوصفه الواحده تاخد منك وقت قد ايه؟ تصوير وكده؟ لا مش كتير والله، يعني اصلا بتبقى الغدا بتاع البيت، يعني انا مش بعملها حاجه مخصوص، لا هي بيبقى الغدا بتاع البيت. طب يعني انت كل يوم بتعملي وصفه؟ بالظبط، يعني اللي انا بعمله بنزله. بس ممكن انزل تريكس بقى للملوخيه، الفراخ الفانيه، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تعمليها علشان تبقى يعني تبقى مظبوطه معاكي، الملوخيه المجمده والحاجات دي. انت كده نزلتي البروكلي في ميه سخنه. اوكي. وهنزل معاه البصل. والله لا ما مش بعملها كده، بس البصل بيديها طعم حلو قوي. لا انا بعملها بالبصل، بس بشوح، بفرم البصل البصلايه وبشوحها. هنسيبها وقت السلق. خلاص تمام كده هنسيب. هي حطت الشاهيناش، حطت البروكلي وحطت البصل وسيبهم بقى يتسلق. بيقعدوا قد ايه تاني؟ ما بياخدوش وقت يعني ما بتكملش 10 دقايق يعني. حلو. احنا في المطبخ عادي. عادي مطبخ بيتكو عادي يعني. يعني زي ما انا قلت في الانترو يا شاهيناز ان احنا احلى حاجه ان احنا الاكلات سهله وبسيطه وسريعه. انا بعملها بسرعه. حتى الستات اللي بيتقوا اللي بيشتغلوا عايزين حاجه بسرعه لان الجو حر. بالظبط. فخلاص ما بقاش عنده طاقه او وقت ان هو يقدر يفضل قاعد في المطبخ كتير. كان زمان. فانا بحاول اقدر على قد ما اقدر اعمل حاجات سهله سريعه ما تاخدش وقت معاكي، عشان برضه ما تلجئيش ان انت تجيبي حاجه من بره. صح. كده تمام. هنزل بقى الجمبري. هتنزلي عليه الجمبري. الجمبري لا الجمبري ما بياخدش وقت في السوق خالص. بياخدش خالص، لونه هيغير على طول يعني. اعتقد ده بيشم النار يعني زي ما بيقولوا. لونه بيغير على طول. اكتر اكله بتعمليها وابنك او جوزك بيحبوها؟ ملوخيه. بجد؟ هم الاطفال كلهم بيحبوا الملوخيه. لا انا عندي ابني بقى باستا وايت صوص. لازم باستا وايت صوص، تشيكن باستا وايت صوص لازم يعني. دي اساسي. ده احنا يعني هو لو عايز يفطر يتغدى يتعشى بيها هنعمل كده. هي الباستا مين ما يحبش باستا؟ عارفه زي مين ما يحبش فاطمه؟ مين ما يحبش باستا؟ صح. انا منه. انا الباستا لو مسلوقه بس كده هقعد اكل يعني. انا بحبها. بياكلوها برضه يعني عندي جوزي وابني بياكلوها على طول مسلوقه، بس احنا بنحب الباستا احلى حاجه في حياتنا، وسهله وسريعه وليها افكار كتير يعني. تشيكن باستا وايت صوص ريد صوص مشروم كل حاجه. وزي اللي انت هتعمليها النهارده. سي فود طبعا. هنسيبها بس الجمبري يعني يغير لونه بس على طول. طبيعي جدا، معروفه ان ستات البيوت كلنا مهما كنا يعني شفاف وايه، اكيد في حاجات بتبوظ بتتحرق. طبعا. ايه بقى الاكله اللي اتحرقت منك؟ ورقه لحم.
نشفت يعني عملتها بقى في الفويل وكده. لا نشفت كانت محجره يعني بجد ما لهاش. حلتيها ولا لا؟ لا ما حل... يعني هو بس دخل عليا من الشغل فانا بصيت له قال لي في، قلت له لا هو الاكل باظ، قال لي المشكله نطلب نجيب اكل من بره. بس هي كانت باظت خالص. ده كان في اول الجواز ولا لا؟ يعني كنت طلع كان ابني مثلا سنتين. لا مش اوله قوي يعني. لا بس على فكره بقى انا شايف ان ده طبيعي جدا يعني، ما لهاش علاقه على فكره بان انا شاف او ان انا حد متخصص او مهنيه. لا لا خالص خالص. ما كل مره انت عارفه ان انا بصدق برضو ورقه اللحمه بتنشف ساعات مني. هي بتنشف قوي بس هي لازم تفتكري بقى القطايه بتاعت اللحمه ولا قطايه اللحمه، ولازم نحط زبده وخضار فيها البصل والحاجات بتنزل ميتها فبتخليها تستوي. جربتي ريقي انت الزبده؟